انا ياسين ابراهيم. واجب حق التشغيل، واجب حق الباسبور. ماشي الدولة مش نجم تخدم الشباب، اللي مش خدم الشباب هو القطاع الخاص. تونس عملت ثورة. أكثر وأكثر إطارات خدمت في البلديات سابقا حتى قبل الثورة يكونوا من التجمع، من حزب التجمع، مرحبا بهم وبرشا تحكوا بينا، على خاطر راهو البلاد هذه ما تنجم تقدم القدام إلا إذا تطوي صفحة الماضي بالإيجابية الكافية. النتائج، شراو النتائج، حتى مسؤول ما تواصل معنا كان الضرب. فما بعض المعلومات خرجت اللي برشا ناس تعطي في فلوس للشباب باش يخرج في الشارع وغيره، هذا كله موجود. يعني كي يجيك صندوق النقد الدولي يطلب اصلاحات، اصلاحات فيش؟ اصلاحات في الجهاز الجبائي، اصلاحات في الجهاز البنكي، هذيك اكل الاصلاحات هذوك نتاع البنوك وغيره يصلحوا للاستثمار فيما بعد. حرية للمديونية، شغل حرية للمديونية، حنيتي في ديا.